أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من حرم حلالا ثم أراد أن يكفر، فهل تجب عليه الكفارة بعد الإقدام على الفعل أم قبله؟ يقول أحسن الله إليكم: من حرم حلالا على نفسه وأراد أن يكفر، فهل تجب الكفارة بعد الإقدام على الفعل أم قبله؟ يجوز هذا وهذا، يجوز يقدم الكفارة على الحلف ويجوز أن يؤخرها عن الكامل. كل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهذا يدل على أن الكفارة تكون بعد الحلف. وفي رواية: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهذا يدل على أن الكفارة تجوز قبل الحلف. نعم.